ومعنا من الرباط المحلل الاقتصادي أدريس العيساوي لمناقشة هذا الموضوع. أستاذ العيساوي، أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا. أستاذ، أكد صندوق النقد الدولي أمس أن الاقتصاد المغربي أظهر مجددا صلابة في مواجهة الصدمات السلبية لسنة 2023. كيف يواجه الاقتصاد المغربي هذه التحديات؟ كل هذه التحديات تعاملها مع المغرب بكثير من الرزانة ورباطة الجأش. وهنا تحدثنا عن الدور الذي يقوم به البنك المركزي مثلا في مجال محاربة مسألة التضخم. هناك كذلك مجهودات كبيرة يقوم بها المغرب في مجال تنمية قدراته التنموية وتطوير كل مجالات التي يمكنها أن تسهم بشكل كبير في الرفع من مستوى التقدم وخصوصا التطور في المجالات الاقتصادية. فأنا أعتقد نعم تفضل. لا، قلت بأنه الآن المغرب لا ينظر إلى المصاعب التي تأتي من الخارج أو من الداخل، بل هو مصمم على الذهاب قدما في مرحلته الحالية، ألا وهي المرحلة التي ستذهب به لرفع عدد من التحديات الأخرى. فالمغرب سينظم مسائل مهمة جدا على المستوى الزراعي، على المستوى الصناعي، على مستوى صناعة الطائرات. فهذه كلها قطاعات يستطيع المغرب أن يقول كلمته فيها بكثير من الثقة. طب أستاذ العيساوي، ما هي رهانات الصمود لدى الاقتصاد المغربي؟ أنا أعتقد بأنه الرهانات هي كبيرة ومهمة جدا في هذا السياق. فالعديد من المستثمرين يرون بأن الاقتصاد المغربي قادر على أن يتحمل كل الصعوبات، وبالتالي يأتون للمغرب باستثماراتهم وبمقارباتهم المهمة ليكونوا فعلاً قادرين على رفع كل هذه التحديات. فالقطاعات الاقتصادية المغربية موجودة، واليد العاملة المغربية مكونة على أحسن طراز. فبالتالي لا يمكن أن ننظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المغربي إلا بعين الرضا والتفاؤل فيما يتعلق بتطوير هذه القطاعات، خصوصا أننا الآن نرى بأنه عدد من المشاريع تخرج إلى النور بكثير من الرزانة والثقة التي يبرزها الاقتصاد المغربي ورجال الاقتصاد في هذه الدولة. طيب أستاذ العيساوي، إلى أي مدى اكتسب الاقتصاد المغربي المناعة الضرورية بفضل السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية شديدة القوة التي نفذها المغرب وساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم؟ أنا أعتقد بأنه الآن الحديث على الاقتصاد المغربي لا يكون على هل هو يستطيع أم لا يستطيع. المغرب اجتاز مراحل مهمة جدا في مجال مراقبة الأسعار، في مجال مراقبة التضخم، في مجال الرفع من مستوى الاستثمار في كل هذه القطاعات. فكيف تريدين أن يكون المغرب أقل من هذا المجال؟ فأنا أعتقد بأن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد قادر على أن يذهب إلى الأمام كيفما كانت الصعوبات. المغرب لا يتحدث الآن عن هذه الصعوبات أو تلك. مثلا فلنأخذ مثلا السيام، هذا المظاهرة التظاهرة الاقتصادية المرتبطة بالزراعة في المغرب كانت ناجحة جدا، لأن كانت فيها دراسات، فيها لقاءات، فيها مجموعة من المعطيات تقول بأن الاقتصاد المغربي والفلاحة المغربية قادرين على أن يكونوا في أكبر في أعلى قمة يمكن تصورها، خصوصا وأن المغرب الآن يتوفر على مسائل مهمة جدا. هناك طنجة المتوسط، هناك كذلك مشروع داخلة وميناء، ودينا هذاك الميناء هذاك مشروع ملكي ديال تطوير الجانب الأطلنطيكي ولا الساحل الأطلنطيكي للدول الإفريقية والمغربية. فهذه كلها
إشارات على أن المغرب لا يقف عند الصعوبات، يرى الصعوبات يدرسها ويراقبها، وبعد ذلك ينطلق أماما إلى حل كل هذه المشاكل. وأعتقد بأنه الآن علينا أن نذكر بأن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد قادر على رفع هذه التحديات، وأظهر ذلك في العديد من الفرص. فالمغرب اليوم أكثر من أي وقت مضى قادر على أن يكون من ضمن الاقتصادات القوية، وهذا ما قاله صندوق النقد الدولي، التي تستطيع أن تتحمل كل الصعوبات التي يمكن أن تصيبه، سواء كانت من الداخل أو من الخارج. المحلل الاقتصادي الأستاذ إدريس العساوي، شكرا جزيلا لك. شكرا.